أنا مقدم رعاية لوالدي تقريبا من حوالي 13 سنة الآن أو إلى 14 سنة. من المظاهر التي قد تظهر على المريض نقص التركيز، العزلة. أول ما لاحظنا عليه كمؤشرات كانت تقريبا تكرار السالفة، ضياع بعض المقتنيات الشخصية مثل مفاتيح السيارة، محفظته يحطها في مكان بعدين ينساها. الحديث لمريض الزهايمر بصورة واضحة وهادية، عدم لومه وتصحيح حديثه. قسمنا الأدوار في العائلة، أنا كنت مسؤول عن العلاجات ومراجعات المستشفيات، أخوي يعني كان يقدم لنا الرعاية، ياخذ في المناسبات. الحرج كان بالفعل كان في البداية في حرج في بعض المرافق العامة، في بعض العزائم، في بعض الأشياء، لكن تأقلم الواحد مع الفكرة وعرف كيف يتعامل مع مريض الألزهايمر وتصالح مع ذاته أكثر. إن كثير من أهالي المرضى يسألون متى تتدهور حالة المريض، فمن معرفتنا بالمرض فإنه يأخذ من 4 إلى 6 سنوات حتى يدخل في المراحل النهائية والوفاة لا سمح الله، لكن في بعض الحالات تأخذ فترة طويلة حتى 10 إلى 15 سنة.